تحياتي لكم زميلات زملاء، هذا فيديو جديد مرتبط بملف تدريبات كتابية، هو الفيديو الثالث ورح يكون تدريبات على الأساسيات اللي تحدثنا عنها بفيديوهات سابقة Übungen، وهي أساسيات لقواعد قادمة. هذا الفيديو الأول، الحقيقة رح نحاول نشوف فيه قديش بنحسن نستفيد من هالقواعد بالتطبيق. القناة اسمها Deutsch ist eine Chance. كما دائما ندعيكم لدعمنا بنشر القناة وبالتعليقات بالمشاركات وبالاشتراك بصفحة الفيس ودعم صفحة الفيس. هاي الألوان الموجودة بالملف وهي دائمة، والحقيقة هذا الفيديو رح نتحدث عنه اليوم مرتبط بمجموعة من الفيديوهات، من أهمها هذا الفيديو كيف أميز الأفعال بملف مقارنات الفيديو رقم 8، كمان أساسيات الكتابة 1 و2، كمان ملف مقارنات في الفيديوهات 4 و9 و10 تحدثنا فيه عن زاين وهابن، ليجن وليجن وعلاقتهم ببعض وبعض الأفعال الأخرى، وملف الحالات الإعرابية ملف سابق كنا تحدثنا فيه عن النوميناتيف والأكوزاتيف. حتى ندخل لهي الروابط، الحقيقة في تحت كل فيديو مجموعة من الروابط، بس ضغطنا على قراءة المزيد تطلع كل الروابط وندخل على الرابط اللي بدنا إياه. بهذا الفيديو اضطرينا نضيف تمييز آخر، إذا كان الفعل بياخد فقط مكمل نوميناتيف عم نحط هذا اللون، إذا بياخد فقط إذا بياخد أكوزاتيف أوبيكت بنحط هذا اللون، وإذا بياخد داتيف أوبيكت بنحط هذا اللون. اضطرينا نميز بين الأكوزاتيف والداتيف بس بتمييز الأفعال مثل ما رح نشوف جوا. إنما إذا كان الفعل بياخد أكوزاتيف أوبيكت فمن الطبيعي إنه هو أساسا في معه نوميناتيف، وإذا بياخد داتيف أوبيكت فمن الطبيعي إنه معه أكو نوميناتيف. بهذا الفيديو رح نتحدث عن الأفعال اللي بتاخد نوميناتيف، أكوزاتيف أوبيكت، داتيف أوبيكت. ما رح نتحدث عن اللي بتاخد مفعولين ولا تكون مفعول مع حرف الجر. الفعل الأول عندنا 5 أفعال: سيبريشن يكسر، إشهاب فراغ، غلاس سيبروخن. أنا عندي جملة سواء أنا كتبتها أو مكتوبة وبدي أفحصها. القاعدة العامة بتقول أعطني فعلا أعطيك جملة، لكن هالفعل له مكملات، كيف بدي أعرف شو هي المكملات المناسبة؟ هاي حقيقة مشكلة. حاولنا بالفيديوهات السابقة نجاوب، واليوم بهذا الفيديو رح نحاول التطبيق. أول شيء بدي أفحص الجملة، هل يا ترى فيها نوميناتيف؟ موجود، في عنا ضمير شخصي في حالة الرفع. هذا واحد. 2، عندي اسم ثاني هون. هذا الاسم شو بدي أطبق عليه؟ قواعد الأكوزاتيف ولا الداتي؟ الفعل رح يقرر لي هذا الشيء. طيب، الفعل هون أنا بحالة البيرفكت بالماضي، أنا كسرت الكوب. هذا الفعل أخذ هابن في الماضي بالبيرفكت، إذا هذا مؤشر على إنه بياخذ أكوزاتيف أوبيكت. 2، هل يدل على قيام بفعل معين؟ نعم، فعل الكسر. 3، هل يدل على شخص هذا الفعل؟ لا، لا يدل على شخص، يدل على شيء، لأنه الداتيف أوبيكت دائما أشخاص. إذا هي مؤشرات مهمة بتساعدني على القرار، لكن عندي مؤشر أهم، البادئة تسر لما أشوفها مع فعل، هذا الفعل بيكون بياخذ أكوزاتيف أوبيكت. بالتالي حسمت قراري وأخذت الأكوزاتيف. بياخذ هابن، ولما نقول أكوزاتيف هي داس جلاس وبتضلها داس جلاس. إيش هاب؟ داس جلاس زيربروخن. إذا تمييز جوهري، الداتيف أوبيكت دائما شخص، بينما الأكوزاتيف أوبيكت ممكن يكون شخص ممكن يكون شيء، هون عندي هو شيء. بهاي الفيديوهات رح نحط التصاريف، أساسيات التصاريف حتى يكون عندنا نظرة كاملة، وبالتالي احنا بحاجة للإعادة والتكرار والكتابة والتمرين. إيه سبغش دو سبغشت، بالتالي تغير التصريف هون، دلني مباشرة على أني هذا الفعل غير نظامي. إذا بده يكون غير نظامي بالتصريف الأساسي اللي هو بالحاضر، هذا تصريف الحاضر بريزنس، بيظهر عندي بالدو وبالإيرو السوزي، وبالتالي بالبريتيرتوم اللي عم نحطه بإطار مختلف، إيه تسبغاخ إيش هاب تسبغوخن. تسب بتضلها فعل غير منفصل، وهاي البوادئ بتضلها بالبارتيسيب تسفاي اللي هو اسم المفعول، وما بنحط جي إيه، وكونه بياخد أكوزاتيف أوبيكت حطينا هابن
من ضمن الاستخدامات هابن، مجموعة من القواعد مترابطة مع بعضها، ما هي سهلة بدها تكرار. هذا المثال الأول على الأفعال اللي بتاخذ أكوزاتيف أوبيكت، وعم نحاول نفصل كيف ناخذ القرار. الألماني لا يحتاج لهذه الأمور، نحن المضطرين لها. gehören، فكرة الفعل أساساً معناه يعود لي، ينسب لي. فكرة الفعل تقوم على أنه شيء يعود لشخص معين، لشخص. هذا رح يساعدني كتير. فراغ gehört diese Tasche. شايف هون فراغت سايشن، إشارة سؤال، وشايف هون فراغ، وبدنا نحط كلمة السؤال. أنا بسأل إما بكلمة السؤال فراغفورد أو بواسطة الفعل. الفعل موجود بالموقع الثاني، بالتالي السؤال هو رح يكون بكلمة سؤال. أي كلمة سؤال يستخدم فين ولا فيم ولا شو. إذا طلعنا بالجملة منلاقي هون عنا في مؤشر على النوميناتيف، لأنه إحنا منقول معنى الفعل شيء يعود لشخص، والشخص طبيعي يكون هو الداتيف أوبيكت بناء على الفيديو الأساسي اللي حكينا عنه. والفعل لا يدل على القيام بعمل، بالتالي عم يساعدني على نفي فكرة الأكوزاتيف أوبيكت. إذا هون داتيف يعود لشخص، فيم، فيم gehört diese Tasche، لا يعني هاي القواعد مطلقة، دائما في استثناءات في اللغة، عم نحاول نكتشف أشياء تساعدنا. فيم gehört diese Tasche، بالتالي عم نشوف الجملة حالتين إعرابيتين، هون النوميناتيف وهون الداتيف أوبيكت. إيش gehöre، دو gehörst، إيش gehörte، وعم نشوف التصريف هون بالبريتيريتوم بدلني على أنه نظامي، نهاية تي إيه بدلني على أنه نظامي، وبالتالي إيش هابه gehört، باخد التي، ما في اي ان هون. ممكن نسأل فيم gehört dieser Bleistift، أنا عم بسأل بالسؤال الأول، سألت لمين هالحقيبة؟ لمن تعود هالحقيبة؟ لمن تخص؟ وهون عم بسأل من يخص؟ لمن هذا القلم؟ قلم الرصاص. إذا يعود شيء، قلم يعود لشخص، وهذا الشخص هو الداتيف أوبيكت. هذا مثال أول على الأفعال تأخذ داتيف أوبيكت. الفعل الثاني شادن، يضر. فكرة الفعل تقوم، مهم جدا نعرف هذه المعاني، يضر شيء، يضر شخص، إذا يقع على شخص الضرر. طبعا الشخص يعبر عنه بالصحة، يعبر عنه بالجسم. من أشهر الجمل، إحنا قلنا هذه الجمل رح نستخدمها، هي أبسط الجمل، لو حطيناها على جوجل رح تطلع لنا مثيلاتها كتير. ليه؟ لأنه هذه الجمل متداولة لدى أصحاب اللغة. غاوخن، غاوخن شادت فراغ جيزوند هايت، نحن منقول بالعامة التدخين بيضر بالصحة، ومنشوفها بالإعلانات. شو بدي أحط هون أنا؟ مثل ما قلنا المعنى دلني أنه رح يقع على شخص، وبالتالي لازم أطبق قواعد ذاتي، وأنا هون لا يشير إلى القيام بفعل، وكمان إضافة إلى ذلك العلاقة الشعورية لا يعني أنها إيجابية، ما بالضرورة، لكن في علاقة شعورية. داتيف جيزوند هايت هي دي، صارت دي، غاوخن شادت دي جيزوند هايت. ممكن نقول دي كوربا، ich schade، du schadest، ich schadete. الأفعال اللي بتكون تهي جذرة بهالحرف ينضاف A لسهولة اللفظ، طبعا هي أفعال نظامية، وطبعا بالريتيريتو عم نشوفه نظامي. إيش هاب جشادت، هذا المثال الثاني على الأفعال تأخذ داتيف أوبيكت. بيجينا الفعل واشن، يغسل. إيش واشه فراغ أوتو، على مين عم يوقع الفعل؟ عم يوقع على شخص، على شيء عفوا. وهون عندي نوميناتيف، ونحن قلنا الداتيف اوبيكت بياخذ اشخاص فقط، يعود لاشخاص، هنا يعود لسياره، اضف الى انه يدل على القيام بعمل معين.
بالتالي بستخدم الأكوزاتيف، والضاس بتضل ضاس بالأكوزاتيف. طبعا هذا الفعل ممكن نستخدمه منعكس وممكن نستخدمه عادي. إيش فاشة؟ داس أوتو. هون نوميناتيف وهون داتي أكوزاتيف أوبيكت. إيش فاشة؟ دو فيست. طبعا تغير التصريف هون ودلني على أنه فعل غير نظامي. إيش فوش؟ هذا بالبريتيريتوم. إيش هابا؟ جيفاشن. الفعل هابن لأنه هو بياخد أكوزاتيف أوبيكت فالطبيعي بالبرفكت ياخد هابن، ولأنه فعل غير نظامي أخذ الـ AN بالنهاية للبارتيسيب إتس فاي. هذا المثال الثاني. شتين يقف، تحدثنا عنه لكن راح نضيف معلومة هون. هنتا ديمان شتيت فراغ شغانك. أهم شيء هذا الفعل شتين هون بمعنى يقف، لكن كمان له استخدامات متعددة. ممكن نقول شتيت دي لما نكون عم نتحدث عن ألبسة. أحيانا بسياق معين لما ممكن نتحدث عن أفكار، ولما بنحكي عن موجود بالكتاب موجود بالجريدة. إم فورتر بوخ شتيت، إم تكست شتيت، إن دير سايتونج شتيت. لكن هون نتحدث عن يقف، وقلنا هذا الفعل ما بياخد مفعول أبدا، لا داتيف أوبيكت ولا أكوزاتيف أوبيكت، بالتالي بيجي معه فقط نوميناتيف، فهو مريحني. لكن غيرت بترتيب الجملة لأنه ممكن يضيع كمان أحيانا. هذا نوميناتيف، بالتالي أنا بدي أحط الأداة الأصلية له هون، إما دي إذا معرف، أو آين إذا غير معرف، أو كاين إذا بحالة النفي. هنت ديم من شتيت آين شخانك. إيش شتي؟ دو شتيست؟ إيش شتند؟ إذا فعل غير نظامي. هالمجموعة اللي بنتمي إلى هذا الفعل هي مجموعة أفعال غير نظامية. شتين، ليجن، زيتسن، هدول أفعال غير نظامية. وهدول بياخدوا بالبريتيريتوم هابن وزاين. لكن كثيرا بنشوفهم مع الهابن. ما راح نتحدث عن هذا الموضوع حاليا، إنما في عنا الـ AN بالبارتيسيب إتس فاي. هذا مثال أول. توضيح له كمان، هنت ديم من شتيت أين شرانك. النوميناتيف هون طبعا هذا الاسم اللي بيتبع للفعل. ممكن نقول هنتا ديمان زي ايش اينن شخانك، نفس الفكرة. لكن هون انا شايف هالعنصر على الصورة مثلا، شايفه بحالة الوقوف، بالتالي انا بستخدم الفعل المناسب له. انما الفارق بين اثنين انه هذا بياخد فقط نوميناتيف، هذا بده ياخد هون اكوزاتيف اوبيكت، وفي عندي هون النوميناتيف. هذا الفعل يحتاج إلى أكوزاتيف أوبيكت. هاي المعلومة هون هي معلومة فو، لأنه هاي الأفعال بيجي معها مكمل يجيب على السؤال فو، واستخدم معها حروف الجر المشتركة، وتستخدم بحالة الداتيف. لكن ممكن نسهل، لنفترض أنه كان معرف فو شتيت ديش غان، بيبين معي أنه هالفعل بياخد فقط نوميناتيف، وهذا اللون عم بدلني على هالشي. ديش غانك شتيت، ومنكمل هنتا ديم من. منلاحظ كمان هون نومينتي. لهون بنتهي هذا الفيديو زميلات وزملاء. إذا في أي ملاحظة أو تعليق ريتكم بأسفل الفيديو، وإذا عجبكم هذا الفيديو ياريت يكون في شير ولايك واشتراك بالقناة. شكرا لكم جميعا.